مساء الخير أصدقائي الأعزاء في حلقة اليوم. دائما في تتمة الدورة التكوينية لتعليم الكهرباء الصيانة الصناعية، فهالدورة التكوينية اللي درنا معكم هاد الصيف بحول الله قمنا بعدة أجهزة الشرح ديالها بكل التفاصيل، واللي مازال ما شاهدش لي فيديو سابقين يرجع يشاهدهم، وما نساوناش من الدعم ديالكم واللايك طبعا والتعليق، وشكرا للجميع. درس مهم اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا معكم هاد الحلقة على هاد الجهاز فوتوسيليل رولاي FTV04. دونك هذا الجهاز فوتوسيليل رولاي أو الخلية الضوئية، سأقوم معكم بهذه الحلقة بحول الله، طريقة التوصيل والاستعمال دياله والمميزات والإيجابيات أيضا. دونك طريقة مميزة، تابعوا معنا الفيديو حتى النهاية. هذا جهاز الفوتوسيليل رولاي FTV04 أو الخلية الضوئية، هذا هو الجهاز اللي عندنا ديال الحلقة ديالنا ديال اليوم. كيف كتشوفوا معايا هنا لا كونيكسيون ديالو، يعني الدياغرام ديالو، دونك هذه هي الشيما ديالو، المخطط ديالو. اذا عنده هنا بوبين ان ادو، دونك عنده هنا هاد لا بوبين ان ادو كيتوصل بالتغذيه 220 فولت اسي 50 60 هرتز كيف كتشوفوا معايا هنايا. دونك الانت ديالو لاليمونطاسيون ان ادو 220 فولت اسي، طبعا الكونتاكت ديالو 5 امبير، كيتحمل 5 امبير في كونتاكت 2 3، دونك هاد الكونتاكت 2 3 كيتحمل 5 امبير. طبعا عنده هنا لوكس، يعني الحده ديال يعني ديال الدقه، عنده هنا هذا الزر، هذا يمكن لك تقوم يعني بالضبط ديالو، يعني سواء في الظلمه او في يعني في الاضاءه، يعني هذه هي الحده ديالو، كتقوم بالضبط ديالو بهذا الزر هذا في الحده اللي بغيتي انت. دونك اللوكس ديالو دونك ما فيهش بزاف. دونك الطريقه ديال التوصيل ديالو كيف كتشوفوا معايا هنايا، عنده هنا جي 1 وجي 2، يعني جي 1 وجي 2، دونك هادو كيمشيو للخليه كيف كتشوفوا معايا هنايا. دونك هذه هي الخليه الضوئيه، دونك هذا هو الحساس الفوتوسيليل، هو هذا. دونك غادي نشوفوه معكم، انا نفتحو باش تكون عندكم يعني رؤيه. دونك هو هذا، دونك كتخرج منه جوج اسلاك، كيف خرجت منه انا جوج اسلاك فقط، عنده دوبور، دونك تخلص منه كتخرج منه جوج اسلاك. دونك هذا هو الحساس اللي كيشوف الاضاءه، دونك هو هذا الفوتوسيليل او الخليه الضوئيه. اذا كرد الاماكن ديالو كنخرج منه جوج اسلاك، ساهل جدا. دونك هما هادو جوج الاسلاك ديالو، دونك نوضعو جانبا. دونك التركيب ديال هاد الفوتوسيليل مع الرولي ديالو، دونك يتركب في الجي 1 وجي 2، دونك في الجي 1 والجي 2. دونك هاد الاسلاك هادو كديهم للجي 1 والجي 2، دونك طريقه سهله بالنسبه للبرونشمون ديالو. عنده هنا الا ان كتوصل ليها الفاز، الادو كتوصل ليها النوتر او المحايد، 3 4 هو الكونتاكت اللي كيتسد ويتحل على حسب الاضاءه او الظلمه. اذا 3 كتعطيها الفاز، والجوج لما كتاكسيت لا بوبين الرولي كتخرج لك الفاز من الجوج، هو اللي كيمشي للكونتاكتو. اذا غادي نشوف معكم طريقه التوصيل حالا. دونك هذا هو الفوتوسيليل رولاي او الخليه الضوئيه، توصيل الخليه الضوئيه. دونك حلقه مميزات ديال اليوم، ودائما مع الاجهزه ديال تونسي مود اون تركي. دونك هو هذا الجهاز ديالنا ديال الحلقه ديال اليوم. اذا الطريقه ديال التوصيل قلنا بسيطه جدا، كناخذ الفاز مباشره من القاطع، وكذلك ناخذ معاه فاز اخر باش نديه الرقم 3 ديال الرولي. اذا كنوصل الفاز الان ديال الرولي ديال الفوتوسيلي، كنوصلها الان، تابعوا معنا الحلقه جيدا. اذا كنوصلها ل1 ديال الرولي، ثم كناخذ الفاز الاخر كنوصلو لرقم 3 ديال الرولي طبعا ديال الفوتوسيلي، رقم 3 باش ميتكسيتا الكونتاكتور، باش ميتكسيتا لا كونتاكت الرولي ميتكسيتا، كتسد ليا 2 3 وكدوز ليا طبعا الفاز، كدوزو ليا مباشره من رقم 2 الى الكونتاكتور. اذا بالنسبه للاستعمال ديالها كنستعملوها غالبا و 99% كان الاضاءه ديال الشارع، الاناره العموميه، وممكن تستعملها، والاغلب اللي كيستعملها كيستعملوها بالنسبه لجارديني كيديروهم الاضاءه للجردة، يعني الفيلاس. اذا كنوصلها مباشره للان ديال الكونتاكت، يعني لما يتسد الكونتاكت 2 3 كيوصل ليا الفاز الان ديال الكونتاكتور. علاش درت الكونتاكتور هنا؟ باش يخدم ليا بزاف ديال المصابيح، غادي ندير معكم تجربه طبعا. اذا كنوصلوا للان، ثم ما بقى ليا الا النوتر،
إذا النوتر كنوصلو مباشرة من القاطع، وكذلك كنديه الكونتاكتور من القاطع إلى الكونتاكتور إلى الآدو ديال الرولي ديال الفوتوسيلي. إذا كناخد النوتر، جوج أسلاك ديال النوتر، واحد كنوصلو مباشرة إلى الآدو ديال الكونتاكتور، وواحد كنوصلو للآدو ديال الرولي ديال الفوتوسيلي. كنوصلو للرولي الفوتوسيلي إلى هنا. دونك طريقة التوصيل بسيطة جدا جدا. ثم كيبقى ليا كيف قلت لكم جي 1 وجي 2 هما الأسلاك ديال هاد الفوتوسيلي أو هاد الخلية. دونك هو هادي الخلية الضوئية هي اللي كتقرا لي الأشعة أو الظلمة، يعني الإضاءة فقط كتقرا الإضاءة. إذا سلك واحد كنحطو في مكان جي 1 مثلا هكذا، جي 1 السلك اللي بقى لي كنديرو في جي 2 أو جي 2. إذا وهكا كنكون ساليت الأمور ديالي. إذا غادي نوضع الآن الرولي فوتوسيليد في المكان ديالها، نضعها في المكان في بوزيسيون على لاراي فوالا، وهكا كنكون ساليت الامور ديالي. عندي هنا فوتوسيليد، عندي هنا الرولي ديال لا فوتوسيليد، وعندي هنا قاطع، وعندي هنا كونتاكتور طبعا. وهنا بالنسبه للكونتاكتور كيف كتشوفوا معايا هنايا، عطيتو الفاز وشنطيتو مع البول، يعني دو بول ديال البوز ديال البويسونس، خديت جوج ديال الفيزان، ونوتر خديتو في الطرف الثالث. اذا هنا خرج لي النوتر وخرج لي دو فاز. باش ندير لكم تجربه بالمصابيح، يعني باش الكونتاكتور استعملته غير فقط باش يعطيني بزاف ديال المصابيح. اللي كيستعمل لي بروجيكتور، دونك عندي حلقات كثيره على لي بروجيكتور، رجعوا شوفوا لي بروجيكتور. دونك دابا خلي لكم في صندوق الوصف ايضا. اذا الان غادي ندير يعني هنا المصابيح باش تكون عندكم الرؤيه واضحه ايضا. دونك هنا عندي المصابيح واجدين، دونك شنطيت النوتر على اربعه ديال الاطراف، وهادو بجوج غيخدموا بفاز، وهادو بجوج غادي يخدموا بفاز. اذا هادو ديال 220، دونك الطريقه بسيطه جدا. اذا قلنا عندي هنا في الطرف الاول عندي الفاز، الطرف الثاني ايضا كذلك فاز، والطرف الثالث ديال لا بويسونس عندي النوتر. اذا طريقه بسيطه جدا. الان ساليت الامور ديالي، ما بقى لي غير ندير معكم تجربه. قبل ما ندير معكم تجربه رجع يعني بعجاله نشوف معكم هاد الطريقه ديال التوصيل ديال هاد الفوتوسيليل، الفوتوسيليل رولاي اف تي في 04. اذا قلنا الفاز كنوصلوا مباشره الى الا ان ديال الرولي، وكذلك كنوصلوا للرقم 3 ديال الرولي. من بعد رقم 2 مي كيتاكسيتا هاد الرولي، مي كيتاكسيتا كيدوز لي الكونتاكت 2 3 كيولي فيرمي، كيدوز لي الفاز ل ان. هنا النوتر كيمشي مباشره الى القاطع، النوتر ايضا كيمشي كذلك للادو ديال الرولي. صافي كيبقى لي عندي هنا جي 1 وجي 2 هما هاد الكونتاكت ديال الحساس او الخليه الضوئيه. هنا بالنسبه للكونتاكتور كنعطيه يعني نعطيه سواء 3 فاز، الا كان عندك المصابيح بزاف كتعطيه 3 فاز يعني سيباري في البويسونس، والنوتر كدير بورني وتعطيه النوتر مباشره، وكتخرج النوتر وتعطيهم المصابيح كاملين، ولي فاز كتفرقهم على شحال عدد المصابيح. دونك طريقه بسيطه جدا. الان غادي ندير معكم يعني الليسي، هذه هي الخليه كيف قلنا الضوئيه ديالنا. دونك نطلع على ليمونطاسيون، دونك كتشتعل معايا الرولي، كتشتعل يعني عادي جدا، كتشتعل في الاون ديالها، الاوت مازال ما خداماش. اذا فوقاش كتخدم هاد لا فوتوسيليل يعني في الظلام، يعني لما تطيح الشمس يعني شنو غادي يوقع، كيكون الظلام على هاد نحجب الرؤيه على هاد الفوتوسيليل. دونك خصها لما دوز واحد الوقت يعني الرولي كتقرا المده وكتعطي واحد لوطو وكتاكسيتا الرولي وكتشعل ليا المصابيح. دونك عاد شوفوا معايا الحالة الطريقه، دونك فوالا كيشعلوا المصابيح كاملين معايا اللي عندي ولا لي بروجيكتور اللي عندي في الزنقه او يعني في الجرده. لما كتشرق الشمس في الصباح
دونك فوالا كتحيد عليه يعني كتحجب ما كتبقاش حاجب عليه الرؤيه دونك كيبقى يطل في الاشعه عادي دونك كيدوز واحد لوطون عنده واحد لوطون يعني باش كي يعني كيديتيكتي مزيان وكتقطع الرولي طبعا بعد لحظات دونك هذه هي الحلقه ديالنا اللي كتشوفوا معنا هنايا حلقه بسيطه جدا ومهمه مهمه جدا هذه الحلقه هذه كيف قلت لكم هاد لا فوتوسيليل رولاي او الخليه الضوئيه كنستعملوهم غالبا في الجرده او في الاناره العموميه دونك شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمه الله الى حلقه مقبله.